ايه بابا، هلأ كنت رح اتصل فيك. وينك انت يا ابني؟ ليش لسه ما رجعت على البيت؟ وحتى على الفرن ما رحت ابدا، لانه بابا كان عندي شغل ضروري. رحت لعند امك ما هيك؟ ها؟ ايه وقلي قعدتوا انت وياها تحكوا عني طول الليل؟ انت كمان اتفقت مع امك ضدي؟ لك اتفاق شو بابا؟ واكيد صارت تبكي قدامك مو هيك؟ وقعدت تلف وتدور لتقنعك انها مظلومه. تعرف اذا بتكون متفق مع امك ضدي اوعى تلومني، لانه ما بقى اطلع بوشك ابدا. بابا اتصل بمؤيد. ايه هذا اخر كلام عندي. بابا بترجاك تهدى وتسمعني، لازم تتصل بمؤيد فورا. وليش لحتى اتصل فيه؟ مشان يقعد ويعطيني محاضرات على الصبح. بابا الزلمه محتاج لك، اتصل فيه. خير شوفي بانا مريضه، اخذوه على المشفى. لا تقولها. معقول؟ يبدو جايتها نوبة مفاجئة ومنهارة أعصابها على الأخير. يا ربي شو هالبلاوي هي اللي عم تصير معنا. ومؤيد كتير تعبان وبحاجة إليك، اتصل فيه ماشي؟ طيب طيب هلأ بتصل، لا تاكل هم. وينك انت؟ معقول نسيت بابا؟ عم بقلك في عندي شغل مهم، انت لا بقى تضيع وقت واتصل فيه فورا. باي. اجيت حضرتك؟ اجيت. اللي قدرت تاخذ اذن؟ لقيت صعوبه بس بالاخير اخذته. يعني رح اقدر شوفه؟ بس 5 دقائق، مو مسموح اكثر من هيك. مهند تكين اغلو رح يشوفه، في معنى اذن بهالشيء. تفضل. طيب الحلاق موجود جوا، بس اعطيكم اشاره بتفوتوا. هي عم تمرق بمرحلة أصعب من المرحلة الماضية. طمنا دكتور، هي أحسن هلا؟ أكيد، رح تضل فترة طويلة نايمة تحت تأثير الدواء. يعني فينا نفوت؟ بالفترة الحالية ما بصير تلتقي مع حدا أبدا، لازم تكون معزولة عن بيئتها تماما. طيب أنا ما بقدر فوت دكتور وشوفها شوي؟ مثل ما قال دكتورنا ما بجوز. أنا قصدي إنه فوت شوي وأطلع، طالما إنه هي هلا نايمة وبوعدك إنه ما رح أزعجها. ماما تعي ارتاحي هون شوي.
لازم قرر بأسرع وقت إذا رح نبلش الإنتاج أو لا. رح أطلب منهم يبعتولك ياهن. على كل حال أنا جاية على الشركة ومنحكي بالتفصيل. طيب أنا بانتظارك. ماشي جانبك، رح كون عندك بعد ساعة. أوكي باي. بشوفك. تفضل. هاي الباقي. شكرا كتير إلك. مع السلامة. نفس الطريق لو سمحت. ألو زينب خانو، مرحبا. مرحبا، أنا أرمان. هداك اليوم اجيت لعندي على الشغل مشان تسألي عن سمرة. ايه دورت منيح وبالأخير قدرت أعرف معلومات مهمة كتير. عن جد؟ قلت لحالي خليني خبرك. وبالمناسبة اليوم لازم سدد فاتورة التليفون. سمرة ما عاد تهمني وما بدي أعرف أي شي عنها، ممنونتك. طولي بالك، إذا بتعرفي سمرة وين عم تشتغل أكيد رح تهتمي كتير. ويمكن زوجها بيهمه كمان. أحكي لشوف. يا بنات أنا رايحة على الدكة، عم جيب لكم شي معي؟ لا حبيبتي شكرا. أرزو. لا شكرا. وأخيرا إجت هالمغرورة. وينك لهلا أرزو خانو؟ شو رحتي تحطي مصاريكي بالبنك يعني؟ تركيها لا توجعي راسك. لا بتاكل ولا بتشرب، بس بتجمع مصاري. شكرا كثير. لا العفو. شو اخي خلصت؟ ايه خلصت. فيك تدخل. نايما معلم؟ ينعم عليك. ان شاء الله تحسنت. عم حاول كون منيح. شو الأخبار بالشركة؟ ما في أي شيء جديد، بس يعني الحقيقة لازم توقع هدول الأوراق. أنا قريتهم بس بصراحة ما فهمت منهم شيء. وقعون هلأ؟ لا ما في شيء مستعجل، بعدين بتشوفون على مهلك. على فكرة أنا جيت مشان شغلة تانية. شو هي؟ يوم اللي صارت الحادثة بدك تحكي لي كل شي صار بالتفصيل الممل ومن دون ما تخبي عني أي شي. ليش؟ لأنه لازم دقق بكل تفصيل وأفهم شو اللي صار بالضبط. أنت أكيد عارفان شي جديد. أنا لازم أفهم كل شي صار وقتها بالضبط حتى أخلص من الشكوك اللي جواتي. مشان هيك لازم تحكي لي من دون ما تنقص شي ولا تفصيل صغير. مهند شوف، ما رح تسمع مني أي شي جديد لأنه أنا حكيت لك كل اللي بعرفه. شو شفت؟ تذكرني، ليش شكيت بمؤيد؟ انت ليش لحقت مؤيد وكيف قدر يختفي من عيونك بهالسرعة؟ قديش مر بين ما شفت بابا وبين ما لقيت الكف تبعه؟ ليك
بحلف لك انه انا ما عملت اي شيء غلط. انا ما اتهمتك باي شيء ابدا. شتالجي، لا تضيع لي وقتي. لازم تحكي اللي صار وبسرعة. يلا. طمن، رح تصير أحسن. ما رح تبقى هون وقت طويل طالما أنك موجود بجنبها، وما رح تتركها وحيدة. هالشي رح يخليها تتجاوز الأزمة بسرعة أكبر. سمعتوا كلامه للدكتور، ما رح يسمح لي شوفها لفترة طويلة. صحيح، بس مجرد ما تعرف أنك معها هالشي رح يعطيها أمل. خلينا نمشي. معلش أنا بدي ضل شوي. بس ما في شي تعمله هون. بعرف، بس مو قادر روح هلأ. إذا بقيت رح كون مرتاح أكتر. مثل ما بدك. يلا أمين، نمشي، في عنا شغل كتير ناطرنا بالشركة. طيب.